أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. هذا هو الأسبوع الثالث من الفصل الثاني. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بمناقشتها ودراستها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. بداية، وكما يظهر أمامكم، نحن لازلنا في مفاتيح السعادة ومسرحية البطة البرية. في هذه الحصة سنناقش الحوار. ما هو الحوار؟ سنتعرف إليه. دعونا ندخل في بعض التفاصيل. الحوار رديف السرد وأداة الكاتب الموازية له. يعد الحوار جزءاً مهماً من البناء العضوي للرواية. له ضرورته وقيمته، فهو يدل على الشخصية ويحرك الحدث ويساعد على حيوية المواقف، وهو اعتراف بالآخر. الحوار الخارجي لا يعني بشكل من الأشكال خلوه من الحوار الداخلي الذي وظفه الكاتب في الموضع المناسب. وبالطبع فللحوار نصيب وافر من النص. هذه التقنية عزيزي كشفت مواقف الشخصيات وأفكارها وأبرز خصوصيتها والفروق بين المتحولين. الحوار هنا يرفع وصاية السرد على النص، يدعم الإثارة والتشويق، يبعد المتلقي عن الملل للرتابة، يسهم في الكشف عن أفكار الشخصية ومواقفها واعتقاداتها. وبالطبع حوار الشخصيتين لتوضيح الفكرة، تعميق العلاقة، أو لتأكيد مقولة. كان هذا الحوار مفصلياً أم مركزياً؟ الحوار له دور كبير في كسر الرتابة، رتابة السرد. الحوار الخارجي يكشف مواقف الشخصيات وآرائها ومعتقداتها وثقافاتها. أيضاً الحوار الداخلي، هذه تقنية الحوار الداخلي نسميها أيضاً تيار الوعي على النص. هنا مهد الكاتب للحدث من خلال تيار الوعي، الانسياب المتواصل للأفكار والمشاعر داخل الذهن. تكنيك فني له قيمة في سبر أغوار النفس. هدفه أيضاً الكشف عن الكيان الشخصي والنفسي للشخصية. يقدم المحتوى النفسي للشخصية ويكشف عن الوعي واللاوعي المستقر في أعماقها الداخلية. أيضاً سننتقل إلى الشخصيات، وهذا الموضوع تطرقنا له أيضاً في حصص ماضية ولكن لا بأس. الشخصية المحورية هنا يتحرك بها الكاتب ليبرز غايته من العمل الأدبي. الشخصية التي لا تبدو للقارئ في الصفحات الأولى بل تنكشف شيئاً فشيء. نراها تتطور من خلال أحداث الرواية، تنمو مع تغير الأحداث، وهذا التطور غالباً نتيجة تفاعلها المستمر مع الحوادث، لأنها في حالة صراع مستمر مع الآخرين أو صراع نفسي مع الذات، وقد يكون هذا التفاعل ظاهراً أو خفياً، وقد ينتهي بالغلبة أو بالإخفاق. الشخصية والحدث هنا صنوان لا يفترق. هي واسطة العقد، إذ أنها تصطنع اللغة، تنجز الحدث وتستقبل الحوار وتقوم بدور الصراع وتنشيطه من خلال سلوكها وأهدافها وعواطفها. الشخصية عماد من أعمدة البناء الروائي، وبالطبع فهناك الأبعاد للشخصية من حيث مظهرها الخارجي والناحية النفسية، متشائم، طموح، منكسر، مهزوم. الناحية الاجتماعية، فقير، قروي، راعي، الصفة الاجتماعية التي يشغلها. الناحية الأيديولوجية، وهي ما تحمله من فكر وقيم، مبادئ، معتقدات، وأيضاً من الناحية الواقعية والخيالية. اختيار الكاتب للشخصيات كان اختياراً واعياً، متعمدا ومقصودا. سيكون لدينا مهمة وهي كتابة خطاط سردية للفصل الأول من المسرحية. عزيزي الطالب، هنا
نستمر في الكتابة في حصة، وسنقيم أيضا الكتابة من خلال تقييم بعضكم البعض ومن خلال تقييم المعلمة. أيضا سنبحث ونفكر في عمل جماعي، هنا سنحلل غلاف المسرحية ومقدمتها كما يظهر أمامكم وكما اعتدنا في روايات وأعمال أدبية سابقة. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال الأسبوع الثالث. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.